السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، وعواش مبروكه بالصحه والسلامه والعافيه لجميع المسلمين اجمعين عامه ان شاء الله. ومرحبا بكم معايا مره اخرى في وصفه جديده. هذه الوصفه اللي جبت لكم زوينه بزاف بزاف، وصفه لتفتيح وتبييض لون البشره. وبحال اللي قلت لكم، اللي جرب الوصفات ديالي غيكون تاكد من الهضره ديالي. لهاد الوصفه غادي نحتاجو حبه بطاطا حكيتها في الحكاكه الرقيقه، وحبه قرعه حتى هي حكيتها في الحكاكه الرقيقه، ودرتهم في الماء وخليتهم يطيبوا مزيان. القرعه والبطاطا درتهم في الماء وخليتهم يطيبوا مزيان، حصلت على هذا الخليط. الشوفان مطحون، الشوفان اللي غني عن التعريف، جميع القنوات والاذاعات كيهضروا عليه، سواء في تغذيه الجسم او في تغذيه البشره وتفتيحها. حليب كامل الدسم وزيت الورد وميزينا او نشا الذره. نبداو على بركه الله. غادي ناخذوا ديك القرعه والبطاطا اللي سلقنا في الماء، غادي نعكو مزيان بحال هكا تيتمحكو مزيان. غادي نزيدو عليهم معلقه ديال مايزينا او نشا الذره، معلقه كبيره، وغادي نخدموهم مزيان بحال هكا، حيت هاد الماسكات ديال الوجه كيبغيو اننا نخدموهم باش يرجعوا بحال الكريم، ميبقاش فيهم داك الحبيبات. نخدموهم مزيان بحال هكا. كنخلطو حنا كنوركو باش لا كانت شي حبيبه ديال النشا وشي حاجه ما تبقاش. ونزيدو عليهم معلقه ديال الحليب كامل الدسم، معلقه كبيره ديال الشوفان. حنا غادي نديرو على حساب الوجه والعنق، دائما نديرو في الماسكات الوجه والعنق باش ما تبقاش عندنا اختلاف ما بيناتهم. نخدموها مزيان بحال هكا. هاد الوصفه نتوما كيف ما كتشوفوا المكونات ديالها كلهم طبيعيين، يعني ما غاديش تاثر عليك ولا تضرك بتاتا. يمكن كدير القطرات ديال الحامض، ولكن انا كنتجنب الحامض حيت ممكن تكون البشره حساسه، وممكن باش نتجنبوا اي حاجه ممكن تضرنا في الوجه ديالنا نديروها على الوجه والعنق. غادي نزيدو معلقه كبيره كذلك ديال الزيت، كيقول زيت الورد اللي غنية عن التعريف، زيت الورد تفتح لون البشرة مدة 3 ايام. كي قلتي الا استعملتي زيت الورد غادي تلاحظي اختلاف. من بعد البنات غادي نجيبو واحد الثوب وغادي نعصرو فيه هادشي كامل باش نحصلو على المستخلص ديال هادشي، باش يكون واحد الكريم رائع. غادي نعصروه جيدا. ما نساوش اننا استعملنا كان الماء ديال البطاطا والقرعه سخان هكا باش نخرجوا المستخلص ديال القرعه والبطاطا والشوفان النشا الزيت وكل شيء. وحاجه واحده بغيت ناكد عليها البنات، انكم قبل ما تستعملوا هاد الوصفه استعملوا واحد القماش للوجه ديالكم باش تبان لكم النتيجه كثر وحسن. لكن قشرنا الوجه ديالنا عاد استعملنا هذا غادي يزيد يفتح لنا البشره مزيان وغتبان النتيجه زوينه بزاف. يمكن لكم تستعملوا اي مقشر واخا غير القهوه والماء، انا كنفضل المقشر ديال القهوه والكوك، الكوك اللي كنديروا في الحلوى. دابا راه غادي يكون عندكم حيت تكونوا كتصوبوا الحلوى.
القهوه والكوك وزيت الكوكو او اي زيت، ديروه في الاول، ديروا غوماج لوجهكم، من بعد استعملوا هذه وغادي تبان لكم النتيجه رائعه رائعه رائعه، كنأكد عليها. فقط ديروا الكوماج وديروا هاد الوصفه، وان شاء الله انا متاكده انني غادي نحصل على اكبر لايكات بهذا الفيديو اللي عطيت لكم من قلبي. والى اللقاء.